حضرت الوزير مشرفنا النهارده، مبسوطه برؤيه حضرتك. ايه الرساله اللي حضرتك عايز توصلها من تواجد حضرتك في الافطار الوحده الوطنيه؟ هذا واجب ان يدعم من كل وطني ومنا جميعا، والحقيقه مدعاني الى حضور هذه الروح التي اعلمها، الجمع بين جمعيتي الشبان المسلمين والشبان المسيحيين، هذه القامات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية، هذا الامتزاج بين الشعب المصري يجسد الشعب المصري الحقيقي اللي بيرفض محاولات شق الصف، وده أكبر رد على من يتوهمون قدرتهم على شق الصف المصري. إن شاء الله بوحدتنا نظل أقوى وأقوى إن شاء الله. حضرت أقوى موقع في